نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي احتفالا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1445 بمشاركة وحضور عدد من الشخصيات والأعيان من مختلف الطوائف في مملكة البحرين. وخلال اللقاء رفع معالي الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس أمناء المركز أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. وأشار معالي إلى أن نظرة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ أسس التعايش والسلام في مملكة البحرين وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي هي نظرة ثاقبة في التواصل والتعايش بين جميع فئات المجتمع البحريني الأصيل، والتي تسعى لإرساء دعائم السلام والمحبة والتعايش بين جميع أطياف المجتمع وإبراز هذه الظاهرة الإنسانية على المستوى العالمي للاقتداء به بين شعوب العالم. هذا وتضمنت فقرات الحفل قصيدة شعرية ألقاها الشاعر البحريني إبراهيم الأنصاري، كما تم عرض وثيقة إعلان مملكة البحرين التي أصدرها جلالة الملك المعظم والتي تعتبر الأساس المرجعي لإنشاء المركز.